أهلا، معكم شيماء من قناة مراكا أغاسي. أتمنى اليوم فيديو يكون خفيف على قلوبكم. اليوم سأعمل جولة بسكن جامعي اللي كنت أنا أعيش فيه في الصين. هنا المطبخ كبير جدا كما ترون، كنا نطبخ، يعني عديد من الطلاب يطبخون في نفس الوقت. في أماكن لوضع الأواني وأي شيء يخصك، يعني ما ليس هناك مشكلة. في هنا نافذة، يعني إذا تطبخ تفتحها مشان الرائحة. في مايكروويف، في ثلاجات، يعني الثلاجات يكون اثنين في كل طابق، يكون ثلاجتين كبار، يعني كل شخص كل روم ياخذون طبقة ويحطون فيها الأشياء اللي تبعهم. كما تشوفون هنا قوانين، يعني ممنوع انك تلمس أشياء مو إلك. وهنا يكون في غرف، يعني غرف ممكن يكون فيها شخصين في غرفة واحدة، ممكن يكون شخص واحد في غرفة. وهذا السكن الجامعي هو مختلط، يعني غرف يكون فيها بنات وغرفة يكون فيها أولاد. كما تشوفون البيت كبير ما شاء الله. هذا غرفة فيها اثنين، أنا كنت أعيش مع صديقتي من منغوليا. وهنا تضع ملابسك وتضع أحذيتك في التحت، يعني أنا كنت واضع العلم المغربي. هنا كبير جدا، يعني تضع ملابسك كلها وتحت يكون في أحذية. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. وهذا اللي موجود هنا كما تشوفون، هذا هو المرحاض أو الحمام. المرحاض كذلك كبير جدا، في مكان للدوش ومكان توضع فيه أغراضك، وعزكم الله يعني مرحاض كبير. كما تشوفون في سريرين، هذا السرير تبعي، هذا السرير هو اللي أنا كنت فيه، وهذا السرير صديقتي اللي من منغوليا. وفي تلفاز، يعني في مكاتب للدراسة، مكاتب صراحة كبيرة تكفي. في تلفاز كبيرة كذلك. وأتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا اشتراك ولايك وكومنت. وهذا منظر خارجي. وأنياي غاسيو.